تاني وكنا بنتكلم على الزمالك وإنبي، وقلنا ان نادي إنبي عمل، يعني مش معنى ان الزمالك وحش فالزمالك إنبي كسب عشان الزمالك وحش، لا إنبي كمان اشتغل كويس قوي على الزمالك، وكابتن تامر مصطفى مدرب إنبي يعني درس نادي الزمالك واشتغل كويس قوي وقدر يستغل المساحات اللي موجوده في خط دفاع نادي الزمالك. يمكن كمان زي ما حضرتك بتتكلم يا كابتن كريم، الزمالك مع فيريرا الفتره اللي فاتت لما لعب في من مباراه اسوان ومباريات كتيره في الدوري والداخليه 4-2-3-1 او 4-3-3 او 4-3-2-1 كان بيبان في مشاكل كبيره جدا في خط الظهر، مع غياب الونش ده كان بيأثر بشكل كبير جدا على خط الظهر نادي الزمالك. فرجع ل3 ورا. لما رجع 3-4-3 الامور بقت بالظبط. النهارده لعب حسام عبد المجيد، خلي بالك ماتش الترجي لعب 4 بس، ماشي بس الشوط الثاني رجع 3 لما الترجي لكن رجع شد سيف فاروق جعفر وقلب الطريقه ل3. لكن هو الزمالك انا شايف ان دي افضل طريقه لخط ظهر نادي الزمالك، ثلاثة؟ او 3 4 3 النهارده، حتى وانت بتبقى عايز تكسب وبتلعب فريق ممكن اقل منك، هي طريقه هجوميه. ما انت عندك سيد نيمار يا كابتن كريم، كان سيد نيمار وفتوح كان عندهم انطلاقات وعندهم يعني حريه كامله اللي هم ينطلقوا. دلوقتي انت النهارده شوف اي اختراق في العمق، النهارده لما محمد حمدي استلم عمل رفيق كابو اتحرك من ما بين الاثنين المدافعين ما بين حسام وما بين عبد الغني راح هو والجول، لكن عدم وجود الونش كمان ده بيقل، بما ان المفتوح يروح يقفل من البدايه الكوره مش هتتلعب له، الراجل هيفكر ان هو يعمل لونج او يعمل كروس ممكن تاخدها يعني قبل ما رفيق كابو يلعبها لعلي فوزي كان لازم هو يروح، لان انا ديفندر مش مساك، انا مش مساك ان انا لو طلعت اخاف على مكاني، لا انا لعيب نص ملعب فالمفروض المنطقه دي كلها بتاعتي، اطلع اقفل. وخلي بال حضرتك الاهلي برده امبارح ما الهدفين الشوطين اللي جم الجون الاول والثالث كده نفس الكلام، مسافه بعيده يعني الجون الثالث ده من بعيد قوي. ماشي يا كابتن، ما هو بعيد، ما هي دي مشكله كبيره، ان انت كلاعب نص ملعب كان عندك الوقت والمساحه انك تاخد القرار انك تطلع واقف كل ده تتفرج لحد ما الراجل استلم شاط وادى ظهره الملعب، بعد كده لما لقى ان ما فيش حد بيضغط عليه قام راجع تاني واخد القرار انه هشوط، عكس مثلا دي يمكن دي سريعه شويه في ال 18 فاحنا ممكن الناس في الملعب مش هتحس بيها، تلاقي لحظه وثانيه الكوره بتخلص، بس لا برضه نفس هي الاخطاء حتى في الحته الدفاعيه، فاحنا عندنا مشكله في الحته دي بشكل كبير جدا هنا وهنا زمالك واهلي على فكره. يعني دي معاناه، حتى رفيق كابو ده كنت بقول لحضرتك من شويه، يعني رفيق كابو ده من اللعيبه المميزه جدا، النهارده عمل ماتش كبير ومعدلات تهديفيه عاليه مع انبي وقبل كده مع اعتقد عمل 7 أو 8 اهداف الموسم ده، 7 اهداف. الراجل ده اتعرض على نادي الزمالك في بدايه السيزون، الناس قالت لا هو سريع وكل حاجه لكن ما عندوش اساسات الكوره او ما بيعرفش يلعب يعني بلغه الكوره، مين يعني ناس في نادي الزمالك، ناس مسؤولين في نادي الزمالك عن لجنه التعاقدات، وبص تيجي تقارن بقى باللي جه، طب ما يا جماعه لا، طب ما في لعيبه كويسه في الدوري، ما انت بتدفع ملايين وبتدفع فلوس، طب ما تروح تدفع في كل اللعيبه دي، ما دي لعيبه تيجي تفيد تستفيد بيه. هي برضو مشكله، يعني انا برضو يعني النهارده بالحاج بيشارك للمباراه الثالثه او الرابعه من ساعه ما جينا الزمالك، انا مش يعني بياخد وقت لكن ما فيش اضافه جديده، مش حاسس مش حاسس لسه بقيمته او مش حاسس باللي كان بيعمله مع اسوان، طبعا فرق كبير جدا، ودي مشكله يا كابتن كريم برضو، احنا بناخد بالقطعه ولا بنحاسب او بنتابع ازاي؟ يعني اللعيب عندنا لازم في اوروبا وفي الدوريات كلها بيتابعوا موسم واتنين، بيبقى عنده استمراريه في الاداء، احنا عندنا اللي بيلعب مباراتين كويسين الاعلام بيتكلم عليه كويس، لازم يلعب اهلي وزمالك. هو الزمالك كان عنده مشكله السنه دي في يناير بالذات، ان هو ما عرفش يجيب اللعيبه اللي كان مترجتها اللي كان عايز يجيبها، عبد الله ورمضان وكذا حد، فراح جايب عشان بس ما يبقاش احسن الوحشين ما عدا ناصر منسي، ان الزمالك عايز ناصر منسي من فتره، ناصر مهاجم كويس وناصر مهاجم، بس هو فين بقى؟ ناصر النهارده موقوف، لكن ناصر مهاجم كويس، واعتقد لو خد ناصر لو موجود النهارده كان هيفرق مع الزمالك، ان ناصر جوه ال 18 انا مقتنع ان ناصر منسي لو موجود وفنيا جاهز يلعب مهاجم ويلعب جنب الدين الجزيري جناح جنب، صح؟ انا مش مقتنع بسيف مهاجم خالص بصراحه، سيف برده هو عنده مشكله، سيف عامل ماتش الترجي كويس قوي بالظبط، ماشي كويس بس على سطر وسطر، طب ما انا لعبه بقى جناح وعوض حته عدم وجود، مش عايز العبه جناح، انا ممكن العبه فيرو التاني يعني يبقى مايل شويه ناحيه، مش جناح جناح، ان سيف لو طلع بره خالص لا خطورته بتبعد عن المرمى، خطورته هتقل، ممكن يلعب زي 9.5 فاهمني، او مهاجم تاني بس من ناحيه الشمال، بس ما يبقاش فاتح لبره، بس في مباريات هتفرق، وناصر بيعرف يلعب الحته الجناح دي، بس في مباريات هتحتاج فيها سيف في المهاجم الصريح زي المباراه اللي جايه، سيف في المباراه اللي جايه مثلا بتاعت شباب بلوزداد، هحتاج سيف في التحرك في المساحات اللي هتتخلق في ماتش بلوزداد، لكن ناصر النهارده مباراه زي دي النهارده هحتاج طيب. ناصر قول لي سبب كده، سوري معلش انا بقطع، لا لا اتفضل، قول لي سبب لان خساره الزمالك من انبي، زي ما قلت لك الفرق من ماتش الترجي لماتش زي ما قلت لحضرتك برضه الروح واستعداد الزمالك للمباراه ما كانش بشكل الامثل، والاهتمام بالماتش
انبي ادى اداء قوي جدا، كان مذاكر نادي الزمالك، لعب واستغل الاخطاء اللي وقع فيها نادي الزمالك، واشتغل على نقطه الضعف اللي في نادي الزمالك، فقدر يكسب اللقاء. فالنهارده كل التحيه طبعا للكابتن تامر مصطفى على اللقاء النهارده. حسام حسن، يعني مش هقدر اقول فريرا، لان فريرا لعب بنفس التشكيل ونفس الاسلوب اللي بدا بيه ماتش الترجي، يعني الراجل ما فتاش مثلا او غير او عمل اي حاجه، نفس التشكيل بالظبط، اشتغل بنفس النمط. فاذا يبقى المشكله مش عند فريرا، يبقى المشكله عند اللعيبه، ان التركيز قل، وان اللعيبه اعتمدت ان انا كسبت الترجي فانا عملت كل حاجه في الكوره، اكسب اي حد بعد كده، لا عملت بقى كل حاجه في الكوره والجمهور بقى يقبل مني اي حاجه، فبالتالي عدم التركيز وان انا ما عنديش الدوافع ان انا استغل بقى ان النادي الاهلي حالته النفسيه دلوقتي سيئه، فادوس في الدوري واخد 3 نقط ماتش بماتشه، هضغط على الاهلي اكتر عشان ارجع تاني احط نفسي على التراك بتاع المنافسه. فهي المشكله مشكله لعيب، لان الاخطاء في الاهداف كلها سواء في افريقيا او في الدوري كلها واحده، من نفس الاشخاص ومن نفس الافراد، اخطاء معروفه، فلان وفلان هم اللي بيغلطوا في كل الماتشات، في كل التمركزات، في كل التحركات. ماشي، بس ده معناه برضو ان انت اخطاء مكرره. طب انت دورك كجهاز فني وكمدرب، ما عندوش البدائل يا كابتن النهارده الونش، الراجل نازل يعني هو ممكن يكون عندي لعيب بيخطا، بس هو اساسا لعيب كويس، بس في التدريب بقى مش هو ما هو لعيب اصلح له اخطاء ادربه يعني على لما عبد الغني غلط غلطه واتنين وثلاثه. انا متفق مع حضرتك مليون دور المدرب الاستجابه بقى بتاعت اللعيب، ما انا ممكن اقول لحضرتك ما هو طبيعي ان الراجل هيجيبه ويوقف يا جماعه كذا كذا، طبيعي الاخطاء بتتعالج. هي الفكره استجابه اللعيب، انا عايز اتطور ولا انا فاكر ان انا احسن لعيب في الدنيا وخلاص ومش عايز اسمع لحد؟ ليه؟ لان انت النهارده بتتكلم في لعيبه بقى لها 4 5 سنين بتلعب، لعيبه منتخب، ايوه بقى لها 4 5 سنين دولية بتلعب، يعني انت مش مستني ان مدرب يجي يقول لك اقف او تعمل، انت ذات نفسك بتتعلم من الاخطاء. انا بطلع من الماتش، لعيب لما بيطلع من المباراه عارف وانا كنت حلو ولا وحش، انا غلطت النهارده، فيروح يشوف غلط في ايه، يقول طب يعني القرار السبب ايه لظهور الزمالك بالشكل السيء؟ لا، اللعيبه النهارده مفيش تركيز، طبعا مفيش يعني فريرا اتعامل مع المباراه بشكل كويس بدايه، وحتى تغييراته كلها كانت منطقيه. انا ما عجبنيش تغيير سيف الجزيري، بس ان الزمالك كان فتره ضاغط كان محتاج يكون محتاج في 2 جوه ال 18 راح مطلع سيف، هو بدأ قال لك هو مجهد، هو بدأ صح، انا شايفها زيها زي بلوزداد. ليه؟ مكسبك على بلوزداد ومكسبك على المريخ هيجبر نادي الترجي وماتش البلوزداد العوده والماتشات اللي بعد كده يلعبوا في مصلحتك. يعني اي نتيجه هتبقى تكسب بلوزداد يبقى خلاص ناقص ماتش المريخ، خلاص بقى عندك 7 بلوزداد الزمالك يقدر يكسب بلوزداد يعني. لو الزمالك ركز الزمالك هنا في ماتش هنا رغم ان هو ما كانش احسن حالاته، لكن كان يقدر يكسب ماتش بلوزداد هنا اللي خسره 1-0 ده، ضيع اهداف كتيره جدا وكان يعني عنده فرص رغم ان ما كانش في احسن حالاته، لكن الاخطاء الدفاعيه برده كان عليها دور كبير جدا.